لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل، كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يعني قال هنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله منزه عن أن يفعل شيئا لعبا. الله عز وجل لا يلعب. الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، وهو أن يعبد وحده لا شريك له. خلق ذلك بحكمة وعلم، هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. منزه سبحانه وتعالى أن يترك الخلق بلا أمر ونهي، ومنزه أن يتركهم بلا حساب وعقاب. ما خلقناهما إلا بالحق، الشرع الذي شرع سبحانه وتعالى من عبادته وليقيم الجزاء، كل ذلك هو الحق. كل أهل الكفر الذين يظنون أن الخلق إما وجدوا بلا خالق أو وجدوا بلا هدف في الحياة، يظنون بالله غير الحق، يظنون أن الأمر له ولعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الكفار يظنون أن الأمر بلا غاية، وإنه خلقوا سدى وباطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال إن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. ميقاتهم أجمعين، أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم، يوم لا يغني مولى عن مولى، أي لا ينفع قريب قريبا. المولى هنا بمعنى القريب وابن العم ونحو ذلك، لا ينفع قريب قريبا.
كقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكقوله ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم أي لا يسأل أخا له عن حاله وهو يبصره وهو يراه عياما. يبصرونهم يعني مع كونهم يرونهم بأبصارهم لا يسأل الحميم حميمة، لا يسأل القريب قريبة. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي لا ينصر القريب قريبة ولا يأتيه نصره من الخارج. لا يغني مولا عن مولا شيئا، هذا في أنه ينفعه بشيء، ولا هم ينصرون، لا هم ينصرون من أقربائهم ولا من غيرهم، هذه أعم. ثم قال إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا من رحم الله عز وجل. إلا من رحمه الله عز وجل من خلقه، إنه هو العزيز الرحيم، أي هو عزيز ذو رحمة واسعة. يعني هنا استثناء مفرغ، استثناء ناقص. إلا بمعنى لكن، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، لكن من رحمه الله هو الذي يرحم، هو الذي ينصر، هو الذي يكفى حاجته. ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يقول تعالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والأثيم أي في قوله وفعله وهو الكافر. الأثيم فاعل الإثم المبالغ في ذلك، آثم وأثيم، أثيم صيغة مبالغة من الإثم. الأثيم هو الكافر، ذكر غير واحد أنه أبو جهل، ولا شك في دخوله في هذه الآية، ولكن ليست مختصة، ليست خاصة به. روى ابن جرير عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال طعام اليتيم. الرجل لا يقرأها خطأ، سمعها طعام اليتيم، فقال أبو الدرداء قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، يعني لكي يفهم معناها فيحفظها على وجهها إذا تذكر المعنى، بدلا من أن يخطئ فيجعلها طعام اليتيم. فقال قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، أي ليس له طعام من غيرها. قال مجاهد لو وقعت منها قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، وقد تقدم نحوه مرفوعا، نعوذ بالله. كالمهل يغلي في البطون، قالوا كعكر الزيت، الزيت العكر الذي استعمل كثيرا أصبح عكرا، كعكر الزيت، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. خذوه أي الكافر، وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزمانية خذوه ابتدره 70,000 منهم، ابتدره 70,000 منهم، يعني تسابقوا إلى أخذه، نعوذ بالله. فاعتلوه أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره.
قال مجاهد: خذوه فاعتلوه، أي خذوه فادفعوه. قال الفرزدق: ليس الكرام بناحدي كأباه، حتى ترد إلى عطية تعتل. تعتل يعني تدفع. خذوه فاعتلوه، أي فادفعوه إلى سواء الجحيم، أي وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، كقوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد فيفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه، فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله من ذلك. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي قول له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. قال الضحاك عن ابن عباس: أي لست بعزيز ولا كريم. وروى الأموي في مغازيه عن أكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لعنه الله، فقال: إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء. أنت وإلهك يعني. وقد علمت أني أمنع أهل البطحاء، أني أقوى أهل البطحاء، وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته، وأنزل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، كقوله: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. لهذا قالها هنا: إن هذا ما كنتم به تمترون. قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.